مخبرات الشهداء تشييع جثمان ضحية القتل تشييع جثمان تصور يا رب تكون دايزه دور عند سياره الاسعاف عند سياره الاسعاف تشييع جثمان الراحل زوج ضحية تهمة جريمة القتل الله يرحم لك الوالد ما تصورش مع الشريان انا شنقول على الشريان انا شنقول يصور شو عن الشريان الشريان معاكم الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك على الهواء من مقبرة الشهداء من امام مقبرة الشهداء تشييع جثمان الراحل عثمان ضحية جريمة القتل البشعة التي حدثت في مدينة سمارة لا ما عندكش الحق ما عندكش الحق ما عندكش الحق ما عندكش الحق ما عندكش ما عندكش ما عندكش الحق 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 ما عندكش يلا 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 يلا